بسم الله الرحمن الرحيم. آخر بقى فيديو إن شاء الله هنبدأ نتكلم أكتر عن السيليانس. إيه فكرة السيليانس؟ الفكرة كلها اللي إحنا في الconventional languages اللي إحنا بنستخدمها زي السي شارب أو جافا أو غيره أو أي لغة برمجة عموما تقليدية يعني، فهو البروجرامر بيحدد بكل بساطة البداية وبالنهاية، يعني هو بيقول مجموعة الأوبريشنز اللي المفروض تتم، تمام، السيكونس اللي المفروض يتم، تمام كده. حلو، ولكن الفكرة كلها طبعا اللي إحنا هنا إحنا بنعمل إيه؟ هنا احنا بنحاول نحقق مجموعة من الرولز، او بنحاول نشوف هل مجموعة من الرولز هتتحقق، ولو اتحققت هتبدأ يتعمل لها execution. طب هنا في مشاكل كتير ممكن تظهر، وهي ايه؟ وهي لو في اكتر من رول مثلا اتحققت، تمام، او اتحققت اكتر من مرة، طب انا هنفذ اي كود؟ طب هيبقى بقى هنا في كلام كتير قوي عن فكرة اللي هو ترتيب التنفيذ اللي المفروض يتم. احنا عارفين ان هو علشان اي اصلا مثلا عشان اي رول اللي هي تنفذ الاكشنز بتاعتها، فهو مبدئيا اللي هي بتعمل ماتشنج اللي احنا قعدنا نتكلم عنه كل الكلام اللي فات دهوت. لو بالفعل عملت الماتش يبقى احنا هنبدأ نوديها على الاجندة، وهنبدأ اللي احنا ننفذ الايه ننفذ الرول دهيت. ولكن الاجندة بتختار الرول دهيت بناء على ايه؟ الفكرة كلها ان لازم يكون في نوع من انواع البرايوريتي او نوع من انواع الاولوية، ان هو الرول ده هي ليها اولوية اعلى مثلا في الاجندة، وبالتالي انا هختار الهايست برايوريتي، تمام. وبالتالي انا ممكن ساعتها استخدم قيمة اسمها سيليانس. السيليانس ده هي اقدر ان انا ادي قيمة مثلا للرول اقول لها انت عندك برايوريتي مثلا 10,000، معنى كده ان البرايوريتي بتاعتها عالية جدا جدا، فهي اول رول هتتنفذ، وبعدين بقى اللي هو ايه عدد اقل 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 اقل، تمام. يبقى الفكرة كلها ان الاجندة احنا ممكن اللي احنا علشان مثلا نخلي فرص الرول بتاعتنا اللي هي تتنفذ تبقى افضل، وان الاولوية تاخد اولوية اعلى، فاحنا بنزود قيمة اسمها الايه السيليانس، ماشي. حلو، يبقى نتكلم تاني على الاجندة. الاجندة هي فيها مجموعة من الرولز اللي الكونديشنز بتاعتها اتحققت وتعمل لها ساتسفاي، ولكن لسه ما تعملهاش اكسكيوشن لسه. وزي ما احنا كنا قلنا قبل كده ان هي بتبقى عاملة كأنها ستاك، بمعنى لو الرول اتحققت مرة فبتضاف هنا، وبعدين لو اتضافت اللي بعدها بتضاف هنا، وهكذا بالشكل ده هوت. وبتبقى دايما الموست ريسنت اكتيفيشن هو اللي بيبقى اون توب، اللي هو اللي بيبقى الاول، يعني ده الموست ريسنت اكتيفيشن. ولكن طبعا النقطة المهمة جدا لازم تاخد بالك منها ان هو الـ most recent activation هو اللي بيتنفذ ده لو الـ priority بتاعتهم كلها قد بعض. يعني لو الـ priority بتاعتهم مثلا نفترض ان دي الـ priority صفر هنا صفر هنا صفر هنا، فهو هيشوف اخر حاجة جت اللي هي الـ most recent وهيبدأ اللي هو يطبقها. ولكن لو لقى مثلا الـ priority بتاعت ده هي 10، فهو هينفذ دي الأول. ليه؟ علشان هو دايما بينفذ البرايورتي بتاعتها ايه اعلى. زي ما احنا عارفين ان كل موديول بيبقى له الاجنده الخاصه بيه، هنعرف يعني ايه موديول كمان شويه. طيب وين الرول از نيولي اكتيفيتد، يبقى لما الرول خلاص احنا بنعمل لها اكتيفيشن، يبقى معنى كده ان الكونديشن بتاعها اتحقق، فهي بتروح للاجنده. وطبعا بنشوف ساعتها لو مثلا الرولز اللي قبلها كانوا عندهم اللور سيليانس، يعني الاولويه بتاعتهم اقل، فهي ساعتها هي يعني احنا بنقارن ما بين الرول دهيت البرايورتي بتاعتها والبرايورتي بتاعت الموجودين، ماشي. لو البرايورتي بتاعت الرول اللي هي اللي احنا بنضيفها اكبر، فهي بيبقى لها الاولويه، بنختارها الاول يعني، او بنطبقها الايه الاول. يبقى الفكره دي كلها اللي احنا بنحاول نحل ايه، بنحاول اللي احنا نعمل كونفليكت ريزولوشن. كونفليكت ريزولوشن استراتيجي دي معناها ايه؟ معناها ان انا لما يبقى عندي اكتر من رول، والرول ده هي عندهم نفس السيلينس نفس الاولويه، المفروض ساعتها اعمل ايه او احل الموضوع ازاي، ماشي. فطبعا هنيجي للجزء ده هوت، ولكن علشان نعرف بس ازاي احنا اصلا بنعرف السيلينس، فهو احنا بنعرف الرول بتاعتنا، احنا بنقول مثلا ديف رول، وبعدين بنقول اسم الرول، وبعدين بنقول مثلا ايه كلمة ديكلير ديكلير، وبعدين اقول السيلينس، يبقى انا كده بحدد ان البرايوريتي او السيلينس بتاعت الرول ده هي ان هي تتطبق، قيمتها بقت بكام؟ بخمسة. وبعدين ببدأ اكمل بقى الرول عادي اللي هو الليفت هاند سايد والرايت هاند سايت بشكل طبيعي جدا، تمام. فخلينا نشوف دلوقتي مثال من غير تطبيق السيليانس ومثال بتطبيق السيليانس، وخلينا نشوف ايه اللي هيتغير. خلينا الاول نبدا من غير تطبيق السيليانس. فهو احنا دلوقتي بنعمل مثلا assert priority first priority second priority third، طبعا دي مجموعه من الايه مجموعه من الفاكس بنضيفها، وبعدين بنقول هنا def rule r1، اللي يبقى احنا بنعرف rule جديده اسمها r1 priority first، بعدين def rule r2، بعدين r3، ماشي. حلو، r1
هل هي تتنفذ ولا لا؟ هل هيتعمل ماتشنج الاول؟ اه طبعا هيتعمل ماتشنج، دي برايورتي فيرست، ودي برضو في فاكت بالفعل اسمها برايورتي فيرست، وبالتالي هيتعمل ماتشنج، فاحنا ضفناها في الايه الاجنده اهي. حلو جميل. بعدين التانية برايورتي سكند، في عندي برايورتي سكند في النولج بيز او في مجموعه الفاكتس اللي عندي او بالفعل فيه، وبالتالي هنضيفها فوقها. يبقى خلي بالك احنا ماشيين بطريقه الايه الستاك، احنا بنضيف من هنا ماشي. طيب وبعدين طبعا R3 اللي بقى priority third، اللي احنا ضفنا الايه التالت، تالت مثلا حاجة على الأجندة أو تالت رول على الأجندة. يبقى احنا كده عندنا تلاتة activations. يبقى احنا لما نيجي ننفذ هننفذ ايه R3 الأول، وبعدين R2، وبعدين R1. ده ليه؟ عشان احنا بننفذ ال most recent. اشمعنى؟ علشان كل priority بتاعتهم zero ماشي؟ حلو. ولكن دلوقتي هنا الموضوع هيختلف شوية. ليه؟ عشان هنا احنا هنستخدم السيلينس. خلينا كده نشوف الموضوع هيتم ازاي. لو كررنا تاني نفس اللي احنا عملناه، ضفنا 3 فاكتس تمام، برايورتي فيرست، برايورتي سكند، برايورتي ثيرد، اللي بديه 3 فاكتس، وبعدين عرفنا 3 رولز. ولكن لاحظ هنا ان انا عرفت اول رول R1 كانت السيلينس بتاعتها بكام؟ ب3. حلو. طيب ال R2 السيلينس بتاعتها ب2، R3 السيلينس بتاعتها ب1. طبعا احنا اللي بنعرف القيمة تمام كده. حلو. وطبعا هما هيتعمل لهم ماتش عشان ده برايورتي فيرست موجوده في النولج بيز، دي موجوده في النولج بيز، ودي موجوده في النولج بيز. لاحظ هنا بقى ان الترتيب هيختلف. ليه؟ اعلى سيلينس هي اللي هتبدا الاول، يعني اعلى برايورتي هي اللي هتبدا الاول، وبالتالي احنا هنبدا بدي، هنبدا بي ار 1 عشان دي كانت اعلى سيلينس، السيلينس بتاعها ب3. وبعدين هنبدا بايه، ار 2 ولا ار 3؟ خلينا نشوف السيلينس، ده 2 وده 1، يبقى ايه الاعلى؟ ال2، يبقى دي تاني هتبقى تاني واحده، وبعدين اخر واحده اللي هي سيلينس ب1 ماشي. المشكلة هنا بقى بتظهر امتى؟ المشكلة هنا لما انا بيبقى عندي مجموعة كبيرة جدا من الرولز، والرولز ده هي بتدخل في الدومين نوليدج اللي هي المفروض اصلا اللي بتيجي من الدكتور، فبيبقى عندي دومين نوليدج وكنترول نوليدج اللي هو عشان اتحكم مثلا ايه اللي هيبدأ الاول وايه اللي هيتطبق الاول، وبالتالي طبعا الموضوع بيبقى ايه مش لطيف خالص. وبالتالي هما قرروا ان هما يعملوا حاجة اسمها فولت ديتكشن وايسوليشن، كأنهم بيعزلوا كل جزء او بيعزلوا فكرة الدومين نوليدج عن الكنترول نوليدج. ايه بقى الجزء اللي انا مش فاهمه؟ هو ده الجزء اللي انا مش فاهمه للأسف يعني، بس انا حاسس ان يعني ايه الدنيا مش واضحة قوي هنا. ولكن هو الفكرة يعني انا هحاول اشرح اللي انا فاهمه، بحيث برضو ان انا اكون ايه قدمت اللي انا اعرفه يعني ماشي. الفكرة هنا هو قال لك ان هو علشان يقدر يحل فكرة ان بقى في تداخل ما بين الدومين نوليدج اللي احنا مثلا بناخدها من الشخص الاكسبرت او الشخص الخبير، والكنترول نوليدج اللي هو الترتيب بتاع الرولز واللي المفروض يتنفذ ازاي، فهو قال لك ان هو هيحاول اللي هو يقسمها لمراحل، مرحلة الديتكشن والايسوليشن والريكفري تمام. الثلاث مراحل دي هتضمن لي ان هو مثلا ان الرول ده هي تتنفذ لوحدها، وبعدين هتدخل في الرول اللي بعدها. ولكن لغاية دلوقتي احنا لسه برضو ما فصلناش، احنا ما فصلناش الكنترول نوليدج عن الدومين رولز. يعني الدومين رولز دي احنا جبناها من الاكسبرت اللي هي مثلا فيها لما تشوف كذا اعمل كذا، لما تشوف كذا اعمل كذا، والكنترول نوليدج دي اللي هو مين اللي المفروض يتنفذ الاول. دول لغاية دلوقتي هما الاتنين ميكس جريل على بعض، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا ايه نحل الموضوع ده. وبالتالي هما قرروا ان هما يفصلوا الدومين رولز عن الكنترول رولز. بمعنى لو احنا جينا نشوف مثلا هنا الفاكت ليست ماشي، الدومين رول ده لوحده بنبدأ اللي احنا نحاول نعمل ماتشنج بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنعمل بيها باترن ماتشنج اللي احنا كنا بنطبقها فوق، وحاجة منفصلة عنها اللي هي الكنترول رول اللي هي بيبقى فيها السيلينس والاكشنز اللي المفروض تتم وهكذا ماشي. تطبيقها بقى الصراحة أنا مش فاهمه خالص، اللي هو واحد واتنين دهيت أنا مش واصلاني صراحة. فلو حد فاهم ده تطبيقه ايه، يعني ايه مثلا الخطوات اللي فيها، فيقول يعني، بس أنا الحقيقة أنا مش فاهمه. فالمهم لو حد عارف الجزء دهوت ياريت يقول من أول هنا كده عشان ملخبطة معايا شوية، أو ممكن نرجع بقى ساعتها للسكشن، بس الصراحة أنا خلاص بقى يعني ايه انطفيت ومش هرجع للسكشن. طيب ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة لموضوع السيلينس. يبقى انا تقريبا وقفت معاكم مثلا هنا لغاية هنا كويس او لغاية هنا بكتير، ولكن محتاجين ان احنا نذاكر الجزء ده تاني. خلصنا كده السكشن دهوت اللي كان بيتكلم عن جزئية ايه، اللي كان بيتكلم عن السيلينس والترتيب والبرايوريتي والعمليات ونقاط زي دي. نبدأ بقى في اخر سكشن خالص، هو بيتكلم عن فكرة الموديولز. فكرة الموديول هو فكرة بسيطة خالص وموجودة اصلا في اي لغة برمجة، ان احنا بنقسم الكود عندنا لمجموعة من الاجزاء، كل جزء بيكون متخصص في حاجة معينة. قال لك باي ديفولت كده عندنا موديول اسمه المين موديول، ده اللي بيبقى فيه كل حاجه، ده اللي احنا اصلا لما بنيجي نكتب كوماندز فيه هي بتتخزن بشكل اوتوماتيك ماشي.
فهو بيبقى اسمه المين موديول بالشكل ده هوت. وممكن اصلا وانا الاثنين كولوم دهيت دي بنسميهم الايه الموديول سيبريتور ماشي. وبالتالي انا مثلا لو انا عرفت تمبلت هنا اسمه حد فاكر الديف تمبلت، او حد يكون نساه اللي هو الديف تمبلت سنسور اللي هو اللي احنا كنا بنعرف النيمد فيلدز لو حد كان فاكر. فالمهم اللي هي طريقه تعريف اللي هي عامله كانها ستراكت يعني في سي وغيره. المهم الديف تمبلت سنسور، وهنا طبعا السلوت نيم او اللي كانت مالتي سلوت او غيره، الكلام اللي احنا قعدنا نتكلم عنه كتير ده. فهو نلاحظ ان كل حاجه اصلا بتتعمل في الاول فين؟ في الموديول اللي اسمه main. وبالتالي لو انا حبيت اللي انا قلت مثلا بي بي ديف تمبلت دي اللي انا مثلا بعمل بريتي برنت يعني بعرضها بشكل كويس يعني، فهو هنلاحظ ان الاسم الكامل له الاسم الكامل للتمبلت اسمه main colon colon sensor. يبقى كانه بيقولني ان التمبلت دهوت موجود في الايه الموديول اللي اسمه main ماشي. حلو، قال لك لو انت عملت ممكن طبعا اللي احنا نعمل موديول جديد عن طريق اللي احنا بنقول ديف موديول تمام، وبعدين بنقول اسم الموديول اللي احنا عايزين نعمله فديف موديول ديتكشن مثلا، وبعدين عملنا ديف موديول ايسوليشن، وبعدين عملنا ديف موديول ريكفري مثلا تمام. وقال لك ان هو لما انت تعمل موديول جديد فهو باي ديفولت كده بيبدا يخليه الكورنت موديول، يعني لو انت عملت فيه اي حاجه فبيبدا اللي هو يعمل في اخر ايه موديول اللي انت عرفته ماشي. طبعا كل موديول بيبقى له مجموعه من الفاريبلز الخاصه بيه، مجموعه من الفاكتس الخاصه بيه، والفاكتس بالفعل ممكن اللي احنا نعمل لها بارتيشن، يعني ممكن يبقى في مجموعه فاكتس مثلا موجوده في الموديول اللي اسمه ديتكشن، مجموعه من الفاكتس موجوده في الايسوليشن، مجموعه من الفاكتس اسمها ريكفري. حد اكيد فكر في النقطه ده هي، لنفترض ان احنا مثلا عايزين نعمل شيرنج، يعني الديتكشن مثلا عايز يبعت حاجه للايسوليشن، او الايسوليشن عايز يبعت حاجه للديتكشن، او عايزين يبعتوا لبعض الفاكتس بتاعتهم، فلازم يكون في طريقه من خلالها نقدر ان احنا ايه نعمل امبورت مثلا لفاكت معينه من موديول للتاني صح. حد عارف الموضوع ده هو عامل زي ايه؟ زي عامل زي جافا سكريبت موديولز بالظبط، فكره اللي انت اللي هي الاي اس اكس، يعني فكره اللي انت مثلا بتكون شغال في كلاس ولا حاجه، وبعدين بتعمل اكسبورت للكلاس وبتبدا اللي انت مثلا تستخدمه في كلاس تاني وهكذا. حاجات دي يعني اللي انا بقرا معرفش اللي جبت سيرش جافا سكريبت ليه. المهم يعني ان دي طريقه علشان ننقل بيها الفاكتس ما بين الايه الموديولز. حلو كده، حلو. طيب انا دلوقتي عايز اعمل امبورت لي الفاكس او اكسبورت لي الفاكت، ما هو الفكره كلها ان انا دلوقتي في الموديول اسمه مين ماشي، وعايز دلوقتي ابعت مثلا التمبلت او عايز ابعت كل حاجه موجوده في المين. وبالتالي انا بكتب في الاخر كده بقول اكسبورت اول، يبقى انا كده باكسبورت كل حاجه موجوده في المين لاي موديول تاني يطلبه. طب لو انا مش عايز اعمل اكسبورت خالص يعني عايز امنع الاكسبورت، فانا بقول اكسبورت نون، وده اصلا باي ديفولت هو كده، يعني هو باي ديفولت ما بيعملش اكسبورت تمام. يبقى ما بيبعتش اي كونستراكت، ما بيبعتش اي حاجه ممكنه لاي ايه موديول تاني. طيب نفترض ان انا قلت مثلا حاجه زي اكسبورت ديف تمبلت اول، يبقى انا كده بعمل اكسبورت لكل الديف تمبلت بس تمام. يبقى انا الفاكتس العاديه لا، ولكن بعمل بس اكسبورت للديف تمبلت. طب لو انا مش عايز ابعت الديف تمبلت او مش عايز اعمل اكسبورت للديف تمبلت بقول ديف تمبلت نون تمام. طب لو عايز اعمل اكسبورت للديف تمبلت بعينه اسمه مثلا بيرسون، اللي بقول اكسبورت الديف تمبلت وبيرسون مثلا تمام. طيب يبقى انت هنا انت عملت اكسبورت من المين، يعني انت كده كانك انت وديته لاي حد عايزه تمام، اللي بدل ايه ده المين ده. مثلا حاجه تانية اسمها ريكفري على سبيل المثال، وعايز اللي هو يستخدم الحاجات اللي انت عملتها، نفس الفكره هتقوم تعمل بدل بقى اكسبورت هتبدا تعمل ايه امبورت. امبورت اول بتعمل امبورت كل حاجه، امبورت نان انت كده ما بتعملش امبورت لاي حاجه، وهكذا نفس الباقي بالظبط، ولكن بدل اكسبورت يبقى ايه يبقى امبورت ماشي. فانت كده كانك انت اخدت مثلا ديف تمبلت معمول في المين وبدات تستخدمه في موديول تاني خالص مثلا اسمه ريكفري او ايا كان تمام. خلينا ناخد مثال، عرفنا موديول اسمه ديتكشن وعملنا اكسبورت لديف تمبلت اسمه فولت ماشي. بعدين مثلا انا دلوقتي برضو في التيف تمبلت عرفت برضو اللي هو الفولت ده هوت ماشي، عرفت اللي هو ديتكشن فولت ده هو ده عباره عن ديف تمبلت. وبعدين يعني انا دلوقتي بقى عندي في الموديول اللي اسمه ديتكشن الجزء اللي اسمه ديتكشن بقى عندي ديف تمبلت اسمه فولت وعملت له اكسبورت. هروح للديف موديول تاني اسمه ايسوليشن، الايسوليشن ده هوت هي هيعمل اكسبورت برضو لديف تمبلت اسمه باسبل باسبل ايه فيلير. حلو، طيب وبعدين طبعا بعرف الباسبل فيلير ده هوت. لاحظ بقى هنا والنقطه ده هي مهمه، انا دلوقتي مثلا لو انا موجود في الديف موديول اللي هو الريكفري هقدر ان انا اعمل امبورت من الديتكشن اللي اسمه فولت وحق اللي هو من ده، وهعمل امبورت من الايسوليشن اللي هو اسمه باسبل فيلير. يبقى انا كده استخدمت ديف تمبلت موجود في موديول تاني
خالص، ماشي؟ طبعا فكرة بسيطة خالص، بتعتمد على ان هو بس مجرد اجزاء، واللي هو ازاي بتشير الاجزاء دهيت ما بين الموديولز المختلفة. تمام، واحنا كده الحمد لله خلصنا.